السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ لاباس. اليوم بغيت نقدم معكم واحد وجبه خفيفه كمقبله كوجبه عشاء بالشيفلور. كاع اللي وليداتو ما كياكلوش الشيفلور، صدقوني بهاد الوصفه غادي يوليو ياكلوا الشيفلور. عندنا شيفلور صغير، واحد شويه المعدنوس وقزبر، واحد دانون بلا ياغورت طبيعي، شويه الحليب وشويه ديال الزيت، يعني كاس الحليب ونص كاس الزيت، وجوج بيضات، واحد الخماره، وعندنا الزعتر والتحميره والكمون يكون حبوب، وشويه ديال البزار والملحه بطبيعه الحال. وكنخدمو شي 3 د المعلقات ديال الفورص. في اناء كنديروا الماء يغلي وكنحطو الشيفلور ديالنا حتى كندرقوه بالماء، وكنخليوه يغلي 6 دقائق او 7 دقائق، وكنديروا له الملحه، ما نخليوش حتى يطيب بزاف، شويه وصافي. تمن 6 دقائق قلت لكم. في واحد الاناء كنجيب جوج بيضات وشويه الملحه وكنخلطهم، ونزيد عليهم الياغورت الطبيعي، وبهذاك الياغورت كنعبر الحليب والزيت. كندير كاس ديال دانون ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت، انا درت زيت العود وانتم لكم الاختيار، وكنخلط الكل. هو القوام ديالها خصو يكون بحال شكل الكيكه. كنزيد لي زيبيس ديالنا، الكمون كنفضل يكون حبوب حيت ملي كيكون مطحون كيطلق بحال المروره هكاك، لا بالعكس كيجي بنين. وكندير شويه د البزار، غير شويه، نص معلقه صغيره، ما كنكترش، واللي كيعجبو الحار يدير واحد المعلقه كبيره او صغيره ديال الهريسه. وهنا كنجيب بصله صغيره خضاريه، واللي ما عندوش بامكانه يتفاداها، واحد شويه د الفرماج. الا بغيتو ديرو فرماج ساندويتش ديروه، بغيتي ديرو داك الفرماج اللي كنديروه في الساندويتش، في يعني كنفطرو به ماشي مشكل، واخا ما كيكذوبش. فرماج لافاش كيري اللي بغيتو، الفرماج اللي متوفر، ما كاينش حتى هو ما ديروش. كندير جوج معالق ديال الطحين وكنشوف عيني ميزاني، كنزيد معلقه، يعني الخالي ديالي كيهز 3 د المعلقات كبارين، وكنزيد ديك الخماره حمراء 8 غرام، من بعد كنزيد المعدنوس والقزبر حوالي 2 معلقات كبارين مفرومين، ونزيد ديك الشيفلور ديالنا اللي كنا سلقناه، ونحيدو له ديك الجدير ونخليو غير الوريضه فاش نسلقوه، يعني يكون باقي شاد راسو ماشي يتحرحل لنا. المهم من بعد ما يغلي الماء حسبوا له 6 دقائق وديروهم تحت الروبيني باش داك الطياب ديالو يحبس. كنخلط الكل، وكنجيب واحد اللاطة اللي كتدخل الفران، دهنها بشوية الزبدة باش ما تلصقليش، كندير غير الزبدة ما كنديرش الدقيق، وكنفرغ الخليط. الفور كيكون عندي مسخن على درجة 180 درجة، يعني ما كنكونش مجهدالو منقصة،
باش كيطيب داكشي من الداخل، وكنسرح كنعمر القنيتات. كيكون بهذه الطريقة هكا مسرح مزيان، كلشي مصور، كلشي يعني ما كاينش الفراغ. من بعد ملي كيطيب كيكون هاك يعني ديك التحميرة هكاك، وكنقدموه بهذا الشكل كمقبلة. راني قلت لكم او وجبة عشاء خفيفة، صدقوني الوليدات غادي يعجبهم. انا درت من فوق منه شوية الكاتشوب، انتو ما ديروا شوية الحار او اللي بغيتو. وشا هي طيبة، وكنتمنى ينال اعجابكم. وبالصحة والراحة، الى وصفة جديدة ان شاء الله.